صح بديت تصوير. يلا بسم الله خليها. طبعا اليوم بعطيها مسار وبطلع فيها وبشوف تستها كيف اذا هي تتحمل اني اروح مسافه طويله. طبعا انا بصور كاميرتي يعني مع نادر والجو برو هذه عشان يصير من كل جهه من الجهتين احاول. علما اني جيت كانت لي حاله حصان هنا واخرنا والله صراحه ولا كان طالعين من اول. يلا حلو يلا يلا ولا حاجة. صوت مفاتيح معنا بقى. عبده بتطلعون بتطلع معهم اطلع. تطلع؟ اي خلاص. اسمعني اللي بيكونون معاي صوتهم على الخيل، ما ابغى صوت زايد عشان الفرس بتكون حساسه من ناحيه الصوت، وغير كذا انت تنمي مهاراتك ان صوتك يكون معك انت، ما يكون للمجال لغيرك. شديتوا السرج مره؟ اي نعم. اكيد؟ جرب. انا ربطت المقود عشان لا سمح الله لو نزلت منها ولا شيء مديني اكون ماسكها. بسم الله لازم اداريها مدارة وانتبه لها مع الخط شوي راح يكون في اختبار قوي. بس طبعا ودي ان يكون الشباب معنا وحتى الاصوات تكون شوي لان اي شيء بيفزع الحين ولكن لما الخيل جنبها يلا شوف يا عبد الله خلاص انا الحين ابغاكم تكونون معي. انا ما احتاج اقول لكم شيء، الخيل تكون جنبي ما ابي واحد يروح هناك هناك. احنا الحين لازم ننمي انها تمشي مع بعض تمام، وغير كذا عشان ما تقلق هي نفسيا. اذا انت بتروح هناك وهذا بروح هناك احسن لي اطلع لحالي، عرفت؟ ودنا كلنا نكون جنب بعض. وبعد الاصوات لانك اذا صرخت انت بقوه ودي اصلا الخيل احساسك على هنا لو تقول سمعتك. احاول ان تكون نطاق صوتك على الخيل اللي معك. انا قدامك ها؟ يلا معكم انا. بسم الله جاي Thank you.
لا دوق ولا وين؟ طالعين اي صوت اي حاجه تخوف الفرس. الحين لازم اخذ خوفي من الجهه اليسار لليمين، ما في شيء ممكن راح خوفه من اليمين. صور الفرس، صور حركات، ابغى مشاعر جسمه ابغى توصل. الحين خوف اغلب شيء من اليسار، انا لازم اتحرص. ركبت اليمين تكون مشدوده، لو اختلف ولا شيء ارجع لليسار. القطع اللي في الارض، خاف من الحاجات دي، كل الاشياء دي جديده عليها. في لحظه ممكن تروح، غير كذا انا ما شدها في الجام. الجام ما شدها ابد عشان ما تكون ربكه وتنسى اللي حولها وتصير اللي حولها اصوات هي ما تدري عنها. تنشن انت لها، تنتبه لها، تبرد تفعلها، دائما بتتعرف على شيء، عندها مجال.
خلاص انت تعطي امر اعطي امر. انا الحين يوم راح ترد اقدر اطلع وانزل معها، بس لا ما ابي اطلع وانزل اللي بيصير في فراغ وهي ممكن تخاف يوم اصقع جسمها. شفت شلون خافت من الكفر؟ بس ما اعطيها صوت، اكون مستعد بس واعطيها مجال واقدر اخلي احد من الشباب يتعدي قدامي، وحتى لو كنت لحالي ما في مشكلة اعطيها مجال واخليها تطالع ما عندها مشكلة. لاحظ شلون الحين تخاف من اليمين لليسار. نزولي مع ضم، ما ابغى جسمي يفقع بجسمه، لازم يكون كويس، او اذا كنت ماني مستعد اني اطلع وانزل اضم. يا يا زبل زبل ممتاز كذا ها، او اني اطلع وانزل مع ضم عشان ما ابغى تتضايق من طلوع النزول واستعد للحركات هذه يا اللي تخوفها، انه ممكن كفر السياره يدعس على شيء وتخاف فجاه تروح اما يسار او يمين، واكون مستعد انا. يا ما تبي تروح الحالة. يا ولكن انا في المكان السليم، في المكان السليم ممكن اني اعطيها، حتى انا الان ما هي يمي اما تنشي الثاني عادي يكون فيها كذا، بس اهم شيء تعطي تنشي ما هو ضرب، ولكن زي اللي يقول انتبهي. ها لاحظ هنا كيف هذا اللي تنشي اللي انا بيها، ولكن ما هو ضرب. يا بعد ما تعطيك الاذن يا خلاص نبدا نعطي الامر. يا مشكلة خايف. يا دائما الخيل تخاف من الاماكن الضيقة. يا لكن من نطلع النفود هناك ما مشكلة بعطيها صوت. يا يلا بعد يلا بعد يلا
كح. يلا يلا. انا ما عندي مشكله اعذرها، انا بروح من يمين سيده لكن سعود راح يمين، فالفرس تشتت ما تدري تسمع كلامي ولا تشوف الخيل اللي راح على يميني، فلازم نكون مع بعض عشان الخيل ما تشتت. يا الحين خاتم السبل بدك تتعرف عليه باللحظه دي، لازم اعطيها فرصتها ما لخبطها الان، لان هي بحد يدين زحلقت ولا حاجه الحين عادي. يا خلك وراه بالضبط، شايف تعال من وراه. يلا Yeah!
ما اشوف والله. نزل نزل النظاره. ما اشوف ما اشوف شيء. ايش ابغى تطلع نور؟ ايه تصور. نور تطفي. ايه ممتاز. ياه عشان ركب الصوت اللي هنا معك. وهذا يكون فيديو الحلقه. ياه. قلبت ولا ايش؟ لا تمام. شوف شكلي ذي على فوق. شكلي ذي على فوق. اصبر 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 اصوات يا عبد الله. سيارة سيارة. ايش نسوي؟ باب العلب ها علب في الصندوق شنو هنا مو بنهرج على الناس ونسوي مثلها انا ما يعود على حاجه يكون على ظهرها اغلب الوقت حتى مع الاصوات والحركات طبعا انا في ركوبي هنا الراس رافع فوق لان هي ممكن ترد راسها باقي ما تعودت على طلوع النزول فانا ما زينك راسي عند راسها عشان ترمي ارمي ارمي من عندك الله يعطيك العافيه Thank you. Thank you.
يلا داور نرجع. يلا نريد المنظر يعني. يلا ها يا خالد. خالد نتداخل نتداخل سريع. انا عشان انا اتحرك فيه. ها انت بتوقع رجلي اول ما بعرف. في المكان المفتوح تنافس بالهواء كان عندها استنكار، ولكن هي خلاص مهمتها معنا انتهت. عرفت من حنا المشن دم الحين باقي الارضية عندها برا. هذا العزل خلاص العزل انها تتقبل الاشياء اللي حولها. بس ما نبغى لها كلام كثير ولا كثير ولا تعامل بس تعطيها فرصة بس وبعدين عندها. لكن دائما بني ادم في عجلة كذا الاغلب خيلنا حاليا فيها مشاكل. يصل عمرها 45 باقي طفوله باقي عنيده باقي ما عندها سفر. يعني انا ابي الحين لاني قست في النقود باوضح سبحان الله تقف الفرس. ابيها تروح تحط رجلها خلاص لانها اصلا اذا شردت منك وقاعد تصطدم فهي صارة منك. خلاص ما عاد يسلمك. انا في زين السلام معي. هذا المقصد احنا نتعامل مع الخلف اللي جاي. نبغى بينها علاقه بس وليس علاقه سيطرة كاملة وفيها من السيطرة، ولكن اللي أنا مشيها كانت ولا تشتري أنا مكتع في مين ما يصل إنها تتمادى معي ولا في قسوة إنها تنقطع الحاكل أو وين بتروحون يا حبيبي؟ هذا مع اهله ابو ناصر خلص ان شاء الله.
لابد تستسلم تسمع كلامك. اما اذا عاندت الان وراحت ببالها للخير خلاص تعرف انها تسوي معك الحركات دي تستوعب الموضوع. انا بقطعها قطع تام عن الخير. ابو ناصر لو تقدم خليهم يسارنا عشان الحين مو بواضح. اقول لو نقرب منه عشان الحين مو بواضح. ذكى العار
لا لازم احترم انا امري واخليها دائم تسمع الامر.